القوة يساوي لنا الكتلة في التعجيل. التعجيل يتناسب طرديا ويا الكتلة العفو ويا القوة ويكون باتجاهها، وعكسي ويا كتلة الجسم. اف ان يساوي لنا اف يعني القوة بالنيوتن تقاس، يساوي لنا الام اللي هي الماس الكتلة بالكيلوغرام في اي لاي تعجيل، ام على اس تربيع. هذه وحدات التعجيل، وحدات الكتلة، وحدات القوة. مثال: ما القوة اللازمة لتحريك صندوق كتلته 50 كيلوغرام بتعجيل خطي مقداره 2 أم على اس تربيع؟ نجي شو يريد؟ يريد القوة. القوة شو تساوي لنا؟ الكتلة في التعجيل. الكتلة شقد عندي هنا بالمثال؟ 50. في التعجيل عندي 2، 50 في 2 100. القوة بيش تقاس؟ وحدتها بالنيوتن، إذن 100 نيوتن. هذه القوة اللازمة لتحريك صندوق الكتلة مالته 50 وتعجيل 2. ما قانون الثالث؟ القانون الثالث لنيوتن هو شنو؟ لكل قوة فعل ردة فعل مساوي بالمقدار لها ومعاكسة لها بالاتجاه. مثل شنو؟ يعني لكل قوة فعل ردة فعل تساويها بالمقدار وتعاكسها بالاتجاه. مثل عندي هنا اندفاع الصاروخ إلى الأعلى نتيجة لانبعاث الغازات المتدفقة نحو الأسفل، يعني تنبعث غازات نحو الأسفل راح يصعد الصاروخ للأعلى. كذلك عملية التجديف، تجديف انه الشخص يدفع الماء بقوة الى الخلف. هنا الشخص ايش حيسوي؟ يدفع الماء بقوة للخلف، ايش راح يصير؟ راح يصير الزورق للامام. هذا امثلة واضحة على القانون الثالث لنيوتن اللي هو لكل قوة فعل ردة فعل، يعني مساوية إلها بالمقدار بس تعاكسها بالاتجاه. والأسئلة عندي هنا: ما القصور الذاتي وعلى ماذا يعتمد؟ القصور الذاتي هذا تعريفه ميل الجسم إلى مقاومة أي تغيير في حالته الحركية. زين، على ماذا يعتمد؟ على كتلة الجسم. ما الفائدة العملية من استعمال السائق الحزام الأمام؟ إنه يقيم من القصور الذاتي أثناء الحوادث. اذكر نصا لقانون الحركة لنيوتن الذي يدرس تأثير المتبادل للقوى المؤثرة بين جسمين، هو القانون الثالث. لكل قوة فعل رد فعل مساوي لها بالمقدار ومعاكس لها بالاتجاه. ما العلاقة بين تعجيل الجسم ومحصلة القوى المؤثرة؟ العلاقة طردية، تكون اتجاه القوة طردية وياها.